ممكن تعرف على حضرتك؟ إبراهيم نبيل، رئيس لجنة الحكام. السباحة ولا حكام إيه؟ رئيس لجنة حكام السباحة. النهاردة قول لي البروجرام إيه النهاردة في مركز الشباب زينهم؟ هو برنامج سباحي خاص ببطولة المعوقين، بتتقسم السباقات بتاعتهم لحسب درجات ونوعيات الإعاقة، في إعاقة ذهنية أو إعاقة جسمانية، فكان في سباقات للإعاقة الذهنية ودي على حسب المرحلة السنية بتاعة السباحين أو السباحات، وبعدين في مرحلة في نوع تاني من أنواع الإعاقة اللي هي الإعاقة الحركية، اللي هي بيبقى فيه عندهم نقص في جزء من أجزاء جسمهم، الناحية الذهنية سليمة 100%، إنما في بيبقى عنده بيعانوا من بعض حالات البتر كمثال. هما دي نوعين البطولة أو السباقات أو برنامج النهاردة بالنسبة لبطولة ذوي الاحتياجات الخاصة. المشاركين كم الأعداد؟ هو في الأعداد المشاركين تقريبا بيقاربوا 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان بنات أو أولاد من مختلف الأندية، زي مثلا نادي الصيد، نادي 6 أكتوبر، نادي الشمس، يعني دي مجموعة من الأندية اللي موجودة في مصر اللي بتمارس الرياضة أو السباحة بالنسبة لأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة. الأسباب يعني اختياركم المركز الشباب زينب؟ والله هو الحمام السباحة مجهز تجهيز كويس، وفي منطقة جميلة بالنسبة للنواحي التقنية اللي موجودة مناسبة وتتناسب مع أبنائنا وأنواع السباحة أو أنواع المسابقات اللي بيعموها أولادنا السباحين. يعني طيب النتائج النهاردة تظهر في نفس الحال؟ النتائج احنا بنرتبها دلوقتي على حسب التصفيات اللي حصلت، ويمكن في خلال ساعة هيتم إعلان نتائج السباقات اللي أقيمت، وسيتم توزيع الجوائز على الثلاثة الأوائل لكل سباق، مع إعطاء شهادة كجائزة لكل مشارك في هذه البطولة. يعني يتم بقى تدرج يعني المسابقة دي وصلا لمسابقات أخرى بره مصر؟ لا، دي ما هياش من ضمن الحاجات المؤهلة، إنما في بطولات الجمهورية هي دي اللي بتؤهل أو بيتم منها اختيار المشاركين في السباقات الدولية اللي بتنظمها الجمعيات البارالمبية في العالم. الأستاذ والكابتن الكبير والحكم الدولي هيعرفنا بنفسه، هو الكابتن مصطفى صابر، حكم دولي سباحة. مصطفى صابر حكم دولي. النهارده ايه شايف المسابقه النهارده؟ في تشجيع، في يعني الدوله يعني مديه للشباب، شباب مصر يعني. هي مديريه الشباب والرياضه قايمه بدور كبير جدا في البطوله دي، بانها داعيه جميع المراكز الشباب بالنسبة للي هو الحالات الإعاقة، سواء كانت إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية، وبيشارك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين. بنشوفها لأول مرة الأعداد دي بصراحة، ما كانش متوفرة قبل كده، لكن احنا بنتمنى ان كل أندية الجمهورية تشارك في البطولات اللي هي الخاصة بالإعاقة، على أساس ان دي بتبقى قاعدة، كل ما كبرت القاعدة كل ما زاد عدد الأندية، ويبقى بترتفع المستوى للقمة إن شاء الله، ونقدر نشارك بعد كده في البطولات الدولية والعالمية إن شاء الله. مستوانا الدولي أو الرعاية اللي احنا بنعملها في مصر ترقى إلى المستوى الدولي ولا لا؟ مصر بتقوم بدور كبير جدا في مستوى رياضة المعوقين، وبدليل ان احنا خدنا بطولات كتير قبل كده في مجال المعوقين بالنسبة سواء كانت اعاقة حركية او اعاقة ذهنية. هل الميزانية اللي تصرف لهذا الشرط تكفي ام مطلوب يعني زيادة الموارد؟ هو طبعا كل ما زادت الموارد كل ما زاد النشاط، واتوزع على الألعاب المختلفة بالنسبة للحالات الإعاقة. احنا النهاردة في بطولة خاصة بالسباحة،
فبنتمنى انها طبعا تزيد، وكل ما زادت هتؤدي للتحسن في المستوى ان شاء الله. احنا ما يفوتناش، احنا طبعا النهارده الجمعه و13 مرشح رئاسه الجمهوريه، مين من وجهه نظر حضرتك اللي يعني برنامجه مدي اهتمام ذوي الاعتماد؟ لا طبعا، يعني هو كل واحد بيقدم برامج كتيره جدا، من السهل انه يتكلم، لكن احنا عايزين الفعل، احنا عايزين الفعل، اللي يجي اهلا وسهلا بيه، واللي ينجح احنا بنرحب بيه ايا كان مين هو من اي طيار، لكن احنا يهمنا مصر، مصر اولا. الكل بيقول مصر. المرشح القادم تطلب منه ايه لهذا؟ مزيد من الرعايه لكل انواع الرياضات، لكل انواع الرياضه وفي كل المجالات، مش الرياضه لوحديها، والاهتمام بالشباب ونسبة البطالة الكبيرة اللي موجودة. نتمنى مصر تكون أعلى دولة في العالم إن شاء الله.